افتتح معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني النسخة الثانية من فعاليات منتدى الإرشاد للشرق الأوسط، والذي يحمل عنوان جعل الإرشاد أولوية في عالم جديد. نعم، يأتي تنظيم هذا المنتدى عن بعد بمشاركة أكثر من 400 مدير تنفيذي ورواد أعمال ومديري موارد بشرية وخبراء في الإرشاد على مستوى المنطقة. وركزت ورش العمل والجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى على مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالتغيرات الحاصلة في سوق العمل والناتجة عن الجائحة والثغرات في التدريب وتطوير الكوادر البشرية، وكيف يمكن للإرشاد أن يساهم كدور مفصلي في ضمان تحقيق أهداف تنمية المواهب. وكانت ضمن هذه الجلسات محاور عدة، منها الإرشاد وجسر فجوات تنمية المواهب في بيئة العمل الافتراضية، والإرشاد لمجالس إدارة الشركات والمؤسسات المالية، والإرشاد المتبادل وكيفية تعظيم الاستفادة من المواهب بمختلف اختصاصاتها المتنوعة. إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى موضوع الإرشاد المعتمد على التكنولوجيا وغيرها من المحاور ذات العلاقة. هذا ويعتبر منتدى الإرشاد للشرق الأوسط الأول من نوعه على مستوى دولي مجلس التعاون الخليجي، حيث يركز على الدور المحوري للإرشاد في تسريع خطى التنمية وتطوير رأس المال البشري على مستوى المنطقة. احنا نشتغل على مسألة بناء مزيد من التكامل، وكل الأبواب تنفتح من أجل تحقيق هذا الهدف. فيعني هي شكل ما تقول مكونات قطع بناء لهذا الصرح اللي نبي نبنيه، اللي هو مزيد من التكامل، فتح الأسواق، تدفق السلع، ارتباط الأسواق المالية إلى آخره إلى آخره. كل هاي الأمور لازم تكتمل ولازم تمشي ضمن نهج معين بحيث أنه تؤدي إلى الهدف الرئيسي في الأخير. بنك البحرين الوطني هو الراعي الأساسي للمنتدى اليوم. طبعا الرعايات بحكم إيماننا التام في دور الإرشاد المهم لصقل المواهب الموجودة في بنك البحرين الوطني. جلسات إن شاء الله بتكون عن تأثير المنتورشيب أو التوجيه حق رواد الأعمال، حق الـ SMEs، حق الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا بيكون محور حديثنا في الجلسة نفسها. طبعا المؤتمر كله بيكون عن المنتورشيب. المنتورشيب شيء أساسي في حياة أي موظف وأي رائد عمل. اوكي، اليوم ممكن الواحد يفكر بروحه، لكن اذا يحط مخين مع بعض ممكن يحقق اهدافه بشكل افضل.